خلينا نروح معاكم دلوقتي لأسيوط، وتم تدشين معرض المنتجات والمشغولات اليدوية والحرف التراثية للأسر المنتجة ومشروع أيادي مصر والمرأة المعيلة. المعرض بيستهدف عرض المشغولات التراثية وتسويقها بشكل مميز جدا، كمان جذب الزوار والسياح بالمحافظة. نعرف تفاصيل أكتر معانا على الهاتف الأستاذ مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة أسيوط. بنرحب بحضرتك وصباح الخير عليك. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين جميعا. يعني بداية كده حابين نعرف تفاصيل المعرض، أهم المنتجات والأعمال اليدوية والتراثية اللي بيقدمها. طبعا احنا امبارح سعدنا بزيارة معالي الوزيرة الدكتورة نبيلة الكوباتش لأسيوط. احنا بالمعارض احياء الحرف التراثية والمشغولات اليدوية يعني بنشتغل عليها الفترة الأخيرة ديت، ودي توجه من الدولة بصفة عامة. احنا بالنسبة لينا كنا امبارح عندنا معرض بيشارك فيه 10 جمعيات و10 أسر منتجة، كان بيضم مشغولات يدوية وأركت وسجاد ومكرميات وكل المشغولات اليدوية. ده بنهدف ليه في أسيوط بالذات في كذا حاجة فيه. أولا بنشجع الست تعمل مشروعها والأسرة تعمل مشروعها، وده من ضمن الحاجات اللي احنا فعلا يعني بتعمل حياه كريمه للمواطن. تاني حاجه بنحيي الحرف ديت، ولان فعلا الحرف دي بتاعتنا في اسيوط، كمان المجتمع الاسيوطي بتمتاز بيها الاصاله يعني، فبنحييها. بنعمل كمان بنزود دخل الاسر ده من خلال التسويق، وكمان بنساعد المواطن العادي ان هو يلاقي مثلا الحاجه اللي ممكن يكون محتاجها بسعر اقل في ظل الايام ديت، بنحاول نخفف على المواطن. طيب استاذ مجدي، عدد العارضين حتى الان وصل لحد كام، وابرز كمان الحرف اليدويه المشاركه في المعرض؟ طيب امبارح كنا عارضين بالظبط 10 جمعيات، الجمعيات ديت بتبقى عندها اسر جوه الجمعيات يعني بتدربها، وبالتالي بتشتغل المشروعات دي، وبالتالي احنا بنعرض لها منتجاتها. وفي 10 اسر دي بره جمعيات، اسر دي بتبقى واخده مشروعات من خلال بردك بعض الهيئات والمنظمات الاهليه برضك بعد التدريب، فبتسوق منتجاتها. كانت 10 جمعيات و10 اسر بيعرضوا اهم اللي عرضوه امبارح، مشغولات متنوعه طبعا، في مكرميه وكانت في شنط وكان في حاجات من اعاده التدوير يعني مثلا بيبقى يعني احنا عندنا برنامج فرصه في اسيوط بننفذه، كان امبارح كنا عارضين 4 نماذج من الوحدات الانتاجيه، منهم نموذج اعاده تدوير. اعاده تدوير يعني مثلا حضرتك الاسر ديت بتروح مثلا تجيب مثلا زي فساتين الزفاف اللي هي في المحلات اللي هي بتبقى خلاص يعني موديلها انتهى شويه، بيعيدوا تدويرها. بعض البنطلونات الجينز بيعيدوا تدويرها بيعملوها شنط مدرسيه، ودي عندنا نقص عامه في موضوع الشنط المدرسيه، لان عندنا استهلاك كتير منها، فبالتالي بتعمل رواج للشنط وفي نفس الوقت بتقلل سعر الشنط. كمان كان في اركتات الشمع المعطر ده كمان كنا عارضينه، مستلزمات العروسه بقى من ورد ومشغولات هاند ميد، وفي كروشيه واكسسوارات ومشغولات بالخرز يعني. احنا شايفين الصور مع حضرتك دلوقتي على الهواء، يعني هدف جميل جدا وعظيم، فكره تنشيط الاسر المنتجه وحركه الشراء كمان وخدمه المجتمع المحلي، ده هدف في حد ذاته طبعا. يعني هدف عظيم جدا. عايز طبعا اسال حضرتك ازاي بقى السؤال الاهم بقى اللي حضرتك اتكلمت من شويه عنه، الاسعار ازاي بيبقى في تخفيض الاسعار وتنشيط حركه الشراء بشكل كبير في اسيوط؟ احنا نفذنا يعني لحد الان 33 معرض في مختلف انحاء اسيوط. ده بيعمل ايه في ناحيه الاسعار؟ طبعا العارض مش بيتكلف يعني، دور التضامن الاجتماعي ودور المحافظه ودور كل الجهات معانا مش بنكلفه، احنا بنعمل له المكان ومش بنكلفه وبنجهزه له وبيحط هو معروضاته، فهو مش بيحتاج، فبالتالي مش بيضيف سعر زياده عن المنتج بتاعه، فبيستكفى باضافه هامش ربح بسيط بحيث ان هو بيمشي منتجاته، وبالتالي المواطن البسيط بيلاقي السعر اقل من بره. ده طبيعي يعني، ده الدور اللي احنا بنعمله، بنوفر له المكان، بنوفر له الامكانيات اللي هو يعرض بيها، وبالتالي بيتقلل معاه نسبه الربح، هو بيستكفى بربح بسيط عشان هو مش صارف المنتج حاجه، وهم كمان كاسر بسيطه كمان هم بيحاولوا يروجوا بضاعتهم فبيكسبوا قليل، فبيحطوا نسبه ربح كويس، والمواطن العادي بيشعر بكده، والحمد لله نسبه المبيعات بتدل ان هو
بيبيعوا الحمد لله، فلما بيبيعوا بنحس ان احنا ان هو سعره اقل من السعر اللي هو بيتواجد في السوق العادي. جميل، بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ مجدي نجيب وكيل وزاره التضامن الاجتماعي بمحافظه اسيوط.